لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. ها تقص ولا روح؟ لا بقص، حركاتك ترسل لك تحت ميب علي. لا يا شيخ شايفني بزر مثلك؟ عيال كنا حر من زمان، قلنا لك المكيف خربان ما صلحتوه، قايل لسه بكذا يجيب عامل يصلحه. والله جبت عامل يصلح الكمبرسر بس شكله خرب مرة ثانية، مو دخلني. لا يا شيخ تروح للعامل تقول له صلح الكمبرسر، طيب يمكن في نقص فريون. ما دام انت فاهم بالمكيفات روح انت جيب عامل. يبي يقلبها علي يا عيال، مو بعاقل شرشبين. انا اكره السنافر. يا ابويا قنوات الاكشن والمسدسات فين؟ انا بيدي حاطة في المفضلة، شكله انت كفتة حذفتها يا نخبة. اكيد كفتة، اصلا اي غلط يصير بالاستراحة نسبة 90% كفتة والسبب. واحلى شيء كذا وجهه قوي يسوي بريء، يعني كل حاجة على راس كفتة. والله ما قعد دقيقة واحدة. لا اصبروا كفاتي، لا حد يزعلوا عيال ترى يحبوا. لا تروح، خليك معانا. اذا انت رحت انطقطق على مين؟ والله ما عاد اجي بسرعتكم مره ثانيه، فاهم انت وياه؟ لا يا شيخ مسوي حساس انت وجهك. يا عيال ممكن اشبين عليه شوي، بكره محضر عندنا كفته. الله الله احلام ورديه، يا سلام يا سلام يا سلام. اقول لك قم 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 يا تبغى شيء مني يا ابويا؟ كفته ولدي ايش بك زعلان؟ ما تكدر خاطرك ابويا، انا مخنوق وضايق صدري، اعز اصدقائي يطقطقون علي. اسحب عليهم، اللي يحترمك احترمه. بس انا احبهم. ما في ذا الكلام، على قولة المثل عز نفسك تجدها، اللي يحبك ويغليك بياجي حتى عندك. فهمت يا ابويا، خلاص ما عاد اروح لهم. ما قلت لكم مصير يجي الاستراحة. ايوه البس ما يحب الا خناقو. ايش قصدك؟ يعني انا بس؟ ايه انت بس وشكش الفار. شوف شكش طقطقنا عليه ولا زعل. اذا هو يرضى انا مرضى. خلاص يا تراكم زودتوه، ما عليك منهم انت. كم يا باي خلينا نلعب بلاي ستيشن. لا 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 انا ماشي مروح البيت، والمثل يقول عز نفسك تجدها. تعال والله ما تروح يا بي، تعال في دعوة. أنا ما راح أقعد معاكم في الساحة وأنت تطقطق علي. لا يا شيخ مصيرك راجع. ريحة جاية ريحة جاية ريحة جاية. كفتة اسمع لك، ايش فيك أنت؟ عجبكم الطقطقة والهسة اللي سويتوها؟ يلا يا عيال شنو أنا بودي المستشفى. يلا 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 بسرعة. هو يقرب لك؟ لا ما يقرب لي. ليش شايف في شبه بيني وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص، بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفته لازم احكيه لاقرب واحد لي. انا عامر اعز اخويا وهو يعزني وانا اعزه. بس كده كفايه خالص. شوف يا استاذ عامر، الموضوع ان كفته عندي دايما في العياده، كل تاريخه المرضي عندي، فحوصاته واشعاعاته وتحاليله كل حاجه. واحب اقول لك بخبرتي والمامي بالموضوع، كفتة مش هيطول، 10 أيام بكتير وكفتة هيودع. يودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفتة وعاوز تسعده آخر 10 أيام، ابسطه اسعده فرفشه عيشه في سعادة وسرور وكوبايات في ثواني بتدور، حقق له أحلامه يا عامر. معقولة؟ معقولة كفتة راح يروح مننا بدي سهولة؟ المهم يا عيال ما يموت كفتة هو زعلان على أحد فينا. أنت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفتة يحللنا ويبيحنا ويعيش آخر أيام بسعادة. كفتة لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيك أم كنكا، كيك أم كنكا. Thank you.
الله الرحمن الرحيم، كفته فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك، بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفته، سامحني تكفى، والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي، ترى طقني. اسف ما اقدر، اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر عامر، بسم الله الرحمن الرحيم. كفته وينك من امس؟ ادق على جوالك مقفل. انت صاحي؟ مو جابك عند بيتنا؟ ابد، جيت اطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفته. يا لا تبوسني يا اخي، هذا جزاتي، احبك وجاي اطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفته؟ اصلا اكثر واحد يكرهني انت. قسما بالله غير صحيح، لا تسمع كلام العذال يا كفته. اقول لك انا عندي مشاوير، ماني فاضي حق البربره حقك هذه. يلا مع السلامه. والله والله ما تقضي اي مشوار الا معي، وعلى حسابي اي شيء تشتريه. امشي. هاي كفته كيف؟ حلو، بس ابغى حلا. لو سمحت عطنا واحده كليجه هولنديه. ابشر. الله، لو يجمعوا لاتيه. والمخلوط بحطه في الثلاجه لبكره. ابوك يا الاستغلال، لكن ابشر بعزك يا كفته تستاهل. لو سمحت عطنا واحد لاتيه وواحده كليجه هولنديه. باقي شيء يا حبيبي يا كفته؟ خليها في الليل. بالليل عندنا عزيمه بالاستراحه. ايش المناسبه؟ المناسبه نبي نقول لك الحمد لله على السلامه، اقصد مع السلامه. وين خويك الموت؟ توه ما جاء، بعدين تعال ترى هو ما يدري، لا تفضحنا. مرحبا يا جماعه، حيا كفته. هذا الدفش جايبينه لك مخصوص علشانك. اهلا حبيبي. لا 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 تقرب منه وتعديه، خليك بعيد. ها بعدين ترى عليه ضمان، استرح خليك ثقيل. يلا تحيه للحاضرين كلهم، واحلى تحيه خاصه لكفته. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لنا، واستودعناك الله. لا قل له زين، قل له قل له. ايش يقول لي؟ يقول لك وش حاب تسمع؟ ابغى اغنيه وداعيه. وش دراك عن ايش؟ وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك. استرح استرح استرح، ما لها داعي ما لها داعي، اقصد وش حاب تسمع يعني. لا لا عندي عندي عندك اغنيه. ها يلا طيب. رحوم يلي مات باول شبابه، توا صغيره شبابا، توا صغيرة سن ما عاش دنيا. هذا خويك اللي موت؟ اي هذا هو. هذا جمس قطع 10. كل ما شاء الله لا تلحته. نشيط. كل ما شاء الله طيب. نشيط. خلاص خلاص غن غن غن. طيب شوف كيف قاعد ينطني، معقول هذا راح يموت دحين؟ شايفين كيف فرحان ومبسوط؟ كذا مناعته حتزيد، واحتمال ما يصير كلام الدكتور ويعيش كفته. الجانب النفسي جدا مهم. انت وعامر اخر من حكي عن الجانب النفسي، انتم الوحيدين اللي دمرتوا كفته نفسيته. يا عمي ما قد اذيته. يا ابوي ايش اللي ما قد اذيته وانت شغال بالاربع والخمسه تهزمه في الصوني؟ ايش دخل يا ابوي ذا بلاي ستيشن؟ يعني اخسر عشان يحللني؟ اي والله يا اخوان ترى لازم قبل ما يموت يحللنا. حللك انت؟ يلا تحج عنه عشان يحللك. اسمع يا حبيبي كفته، من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم،
ما نبي نفارقك ولا دقيقة، أكلك وشربك ونومك ومصروفك كله علينا، وهذه غرفتك. ها بيتك هنا. بيتك هنا في داخل القلب لو جيت. يا أسكت أسكت، صوتك زفت. وهو صادق صوتك زفت، لا تغني ها. وانت بعد كثير كلامك يا عامر. هيا هيا اطلع برا انت وياه، يلا خلونا ننام يلا. الحين وش اللي حادنا على المذله ذي؟ والله اني ودي ارثعبه واخربها. يا ابن الحلال، ترك مسوي كل هذا الشيء عشان يحلل قبل ما يموت، تحمله كم يوم. هي بس غبني وانا اكثر. وانا اوريك كفته مشمش. Good morning. سفب يا مستر كفتة. طبعاً أطباق الفطور اليوم عندنا الكروسو، وعندنا التونة، التونة متاتا، وعندنا كمان الأومليت اللي هو البيض المخفوق. ترارارا. وهنا جايبين فرنش توست من فرنسا وتحديداً مدينة بوردو لعيونك. إيش هذا؟ فطور فندق؟ ما أبغى. عفواً مسيو، ليه ما عجبك الفطور؟ أنا آسف لأنه حقيقة ما يشبع. هاي فقي أنت وربي أشبع وجهك بذا. أهدى. إيش تبغى يا طول العمر؟ أبغى كبدة. كبدة، ألحق الكبدة يا ولد. بل 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 بل، لو أشوف كيف مسح الصحن مسح ما بقى فيه ولا لقمة. معقولة واحد يأكل الأكل الكثير ده ويموت؟ اذكر الله ولا لا تنحته. إيش كنت عودي؟ أرسل لك الترجمة بالواتس. اسكت لا يسمعنا. كبدة ازيدك؟ لا بس شبعت، خلي الشباب ياكلون دحين. حاب تغسل طال عمرك؟ لا ما احتاج، انا اذا كنت ما اغسل. اصلا بتتغسل كلك قريب. ما هو؟ اقصد بالعافيه بالعافيه. يا هلا بلعم. اما في عين العدو ايانو الكاذب الهارب. يومين ما اجم بيت والله عربي. كف 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 جا 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 بس انه بس انه اصلا ما ضيع كفته الا انتم. كفته كفتة. يا ويله يا بيرنه. عجيبة 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 كفتة عجيبة. الله 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 الله. جاته كمان راح يموت ولا ايه؟ هذا شكله يبي يموت من التخمة. اويلا قول ما شاء الله لا تروح تنحته. ما شاء الله الف. بالعافية ابويا. الله يعافيك يا ولدي، صراحة الله لا يهم اللي يلومك. سحبتك على البيت في مكانها يا ولد، صراحة العيشة عيشة ملوك ما شاء الله. شفت كيف أصحابي يحبوني يا أبويا؟ هذا اللي يسمع نصيحة الكبار، ما قلت لك أسحب عليهم يجنك لحد عندك. قال هالمثل من تغلى تخلى. ودانا 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 ودان ودانا 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 ودانا. كفتان صغير يحب النه، وكفتان صغير يحب النه، كفتان صغير يحب النه، والله صغير يحب النه. أقول لك قلت لي دلفين غبي. طيب قلت لي غراب. عمي كفتة هذا أحلى عصير لعيونك، ترى يعرف يقلد صوت البعير. أحد سألك؟ لا أسكت. سب عامر هات العصير هنا. عامر رد على الجوال شوف من اتصل. طيب هذا أبو سوسن. وهذا أزعجنا، رد عليه وخلص موضوعي معه. وش يبي منك؟ مو شغلك، خلي يجي هنا في الاستراحة وتفاهم معه وأنا أكمل استجمامي. ألو، لا أنا ماني بكفتة، أنا عامر مدير أعماله، آمرني. الحين كل هذا أبو سوسن؟ زبدة الموضوع، خويكم كفتة القصير اللي أنتم مخبينه أخذ مني مبلغ سلف. يا تطلعونها يا بالعجرة هذه في رؤوسكم، أنا أدري إنه في وجيهكم. إيش يعني في وجيهكم؟ يا كثر نشتك أنت، ما هو بوقتك الحين. طيب طيب. الحين أنت أبو سوسن؟ إيه أبو سوسن. مع إنه مو باين عليك أبو سوسن. المفروض أبو عجرة، أبو ساطور. تستهبل علي أنت؟ لا 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 خلاص خلاص. طيب كم تطلب كفتة؟ 600 ريال. لا يا شيخ،
ومسوي زحمة والشارع فاضي وعضلات وجايب هارون كمارة وكنو. تعال انت وراك تضربه بدون كورة ها؟ ورع انت ورع. انت استهبل علينا. لا 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 خلاص خلاص والله اعطيك 600. الحين كل ذا الصجة ومسحب رجلينك لين داخل هنا عشان 600 ريال. اقول تبيع شبكة ولا كاش؟ لا 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 دقيقة، في مبلغ شيك بعشر آلاف ريال من غير رصيد من كفتة، يا تدفعونه يا والله لخطفة. أخطفة؟ أقول لك تدفعوا لخطفة كنت يا بطاقية. إذا حلوين غطينا المبلغ وزيادة. أبد هذا واجبنا وسامحنا على القصور، بس في سؤال يا أبو سوسن. تفضل. العامل حقنا ليش ما أخذه؟ بخليه ينزل الأغراض وبرجعه. وعلى فكرة كلموا كفتة اللي انتم مخبينه انه ما عاد يتسلف من احد وسلامتكم. ابو سوسن قل لي جاكيته حلو. اعطيه الجاكيت يا عامل. اعطيه الجاكيت. تفضل. مشينا يا عيال. الله يسعد لي هذا الوجه. أم بيت وسلمنا، والحرمة هي والعيال وديناها عند أهلها. طبعا أنا قررت أني أعيش مع ابني، فلذت كبدي كفتة. يا كفتة يا بابا، كفتة يا بابا، كفتة. كملت أبلش. يا برتقانة متألقة أو تزين، متألقة أو تزين واسطنبقالة. يا برتقانة واسطنبقالة. الحين يا كفتة انت عارف احنا ليش قاعدين نسوي لك كل هذا؟ ايوه علشان انكم تحبوني. اي مرة نحبك موت، بس عندنا طلب صغير. ايش هو؟ انك تحللنا وتبيحنا. انتوا ليش مصرين على هذه الكلمة؟ ما بقى شيء. على ايش هو؟ لا هو يقصد يعني ما بقى شيء على التصافي والمحبة والرحمة، لازم حنا تكون قلوبنا نظيفة. بصراحة انا قلبي مليان عليكم حتى بعد كل هذا اللي سوينا لك اياه. ياوا طب كيف نتصافى؟ بصفتي قاضي قضاة الاستراحات وشقق العزاب افتتح جلسة المحكمة على المتهمين عامر وياسر وكشكش. كشكش مين؟ اسمي شكش. كشكش ولا كلمة، خليك واقف يا ولد. سلامات. هو واقف اصلا. بس انت وياه يا ولد لا استدعي ولي امركم. احنا فصل. نعم فصل الشتاء يا عيال. القاضي ملحوس اكثر من كفتة. بس فان المدعو كفتة بن شاورما آل كباب رفع قضية على الشباب المتواجدين في الحبلة، خصوصا هذا ابو قحفية اللي اسمه عامر، مأذيه ومسبب له تذمر. يقول له كأنك مطرب متوفي، كأنك سيارة قديمة. يا أخي شل مصبرك، اطلب الطلاق. أنا صابر عليهم عشان قطتي. عندك إثباتات، عندك تسجيل، عندك صوت مصور بالقاهرة عشان أدل عليه. كفو عليك، كفو عليك. مرتب 4 شامبو، 2 معجون أسنان، 1 فازلين. هذه مقاضي يا ابن الحلال. هذه الجرائم التي ارتكبوها في حقي. الجريمة بريحتك يا أخي. هذا شنو أخوك هذا بس بدون قطر وعقال. راح راح. عدام هذا عدام. الجزء الخامس 3 كفوف، والجزء السادس حرمان من دخول الاستراحة، واتهامكم لأن باق 1 من الجوالات، والجزء السابع رمي ورقة البلوت بوجهه. يا أخي يا أخي يمكن قاطع. ليه تقاطع؟ إلا فارش 400 واللعب ما جاه وتسجلت علينا. لا الله يلوم اللي يلومك. الجزء التاسع متكلم كلام عليه كلمات نابية مثل شنو يا كفتة؟ انقلع انت وجهك وتخسر. بس انت واللي جابه. لا 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 هو يقصد السبات يا بيي. انت منو يا بيي؟
أنا محامي الماثل أمامك كفتة. غريبة، ما في شبه بينكم. حضرة القاضي، إن موكل يطالب بتعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل حالة تنمر. يا حضرة الاستشوار، ها؟ أقصد ما شاء الله تسريحتك بطلة، في مشغل مسويها؟ لا أقصد عادي أزود كف وأكملها 5000. ولا كلمة. ثاني شيء، وين محاميكم؟ شغل الدباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم نفسي المحامي الشخصي للمدعوين والمتهمين في القفص. كيف أقدر أخدمك سعادة القاضي؟ أنت محامي ولا ظهير أيسر؟ لا يا شيخ، مسوي تذب أنت وقش الصحراوي اللي حاطه فوق راسك. إيش دخلك؟ هد ولا كلمة. تفضل تعال حرك. إن المدعي يرمي الاتهامات جزافا للأبرياء الذين في القفص. الشهود تفضل تفضل. عامر ياسر شكوش كل نفر ضرب كبتة كل يوم كبتة حتى نفر مسكين. يحيى العد يحيى العد. وأنا أيضا شاهد يا سعادة القاضي. الله الله الله، شو اللي جايبين معكم يا حبيبي؟ النظام للمدعي 2 شهود، أنت ليش جايب 7؟ عشان أضمن الفوز. أنت أضمن حياتك أول. تسمح لي أكمل شهادتي يا سعادة القاضي؟ لا لا عفوا، أي شهادة؟ أنت يبي لك لوحة أنت كاملة حبيبي. قفلنا انتساب، ريح 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 يا حبيبي. جاي من آخر الدنيا، أنا جاي من منفوحة، تقول لي استريح ليه؟ حكمت المحكمة حضوريا للمدعي كفتة بن شاورما آل كباب 5000 ريال من قبل الثلاث متهمين. والله كسبت على 5000. عادي ترى راس ماله 5000 ريال، بس بشرط يحللنا. يحللكم؟ ليه انتم خالطين؟ انا بعرف، وشلون صرت قاضي يا ولد السبيت؟ يحللنا يعني سامحنا، يعني يعفو عنا. من كل قلبي يحللكم وبيحكم، بس هات 5000. وقف عندك انت وهو. قرايه كفته قرايه كفته، بقالها تديني 200 ريال عشان اعمل لك تقرير مضروب تشتغل بيه اصحابك، وبعدين تاخد من ورايا انا 10000 و5000 يا مفتري. محكمه